لتوم تاريخ طويل من الاستخدام في عالم الطب والأعشاب وعلاج الأمراض المختلفة، فهو يعتبر من الأغذية المشهورة بفوائدها العظيمة للجسم، ولهذا عرف بالغذاء الخارق، إلا أن هناك بعض الحالات يكون فيها تناول التوم ضارا بالصحة، وخاصة إذا تم تناوله في صورة نيئة وعلى الريق. يعتبر توم مميعا طبيعيا للذم، لذلك لا ينبغي أن نستهلك كمية كبيرة من التوم مع أدوية تسهيل الذم مثل الوافرين والأسبرين وما إلى ذلك، وذلك لأن التأثير المشترك لأدوية تسهيل الذم والتوم أمر خطير وقد يزيد من مخاطر النزيف الداخلي. قد يتسبب تناول التوم في إبطاء أو تقليل فعالية بعض الأدوية الخاصة بالكبد، لذلك ينصح ممن يعانون من مشاكل الكبد بعدم تناول التوم، كما أن تناوله بكمية كبيرة قد يسبب الإصابة ببعض الآثار الجانبية، حيث أن ذلك قد يسبب تليف الكبد وقد يؤدي إلى تسمم الكبد أيضا. يعرف توم بأنه من الأطعمة الثقيلة على الجهاز الهضمي، لذلك إذا كنت تعاني من تهيج المعدة فمن الأفضل عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على التوم، وتعتبر هذه الحالة من أهم الحالات التي يجب توخي الحذر فيها. تناول توم على معدة فارغة يمكن أن يسبب الإسهال، حيث يحتوي على مركبات مكونة للغازات مثل الكبريت والتي تلعب دورا مهما في التسبب في الإسهال، كما يحتوي التوم على مركبات معينة يمكن أن تسبب ارتجاع المريء. إذا كنت من أصحاب الضغط الطبيعي أو ممن يميل الضغط لديهم إلى الانخفاض، فعليك تجنب الإكثار من تناول التوم، لأنه قد يسبب لك بعض المضاعفات الصحية كانخفاض الشديد في ضغط الدم. يتميز التوم بخصائصه الطبيعية المضادة لتجلط الدم، حيث يعتبر من أفضل طرق العلاج للمشكلات المتعلقة بالدورة الدموية، ولكن في حالة استخدام الأدوية المضادة للتجلط يجب التوقف تماما عن تناول التوم، لأنه قد يسبب حالة من النزيف الحاد للمريض. إذا كنت من بين الأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الصحية التي تستوجب تناول أدوية معينة بانتظام، فعليك بالامتناع عن تناول التوم حتى تستشير طبيبك المعالج، فربما يكون عدم تناوله ضرورة طبية. تناول الكثير من التوم بالنسبة للمرأة الحامل قد يتسبب في الإجهاض أو الولادة المبكرة، لذلك يجب أن تحرص المرأة الحامل على عدم الإسراف في تناول التوم، كما أن تناولها أثناء الرضاعة غير مفيد، حيث أنه قد يسبب مشاكل في معدة الطفل. أكدت العديد من الأبحاث والدراسات أن تناول التوم بشكل منتظم يؤثر على القولون العصبي ويهيج، لذلك ينصح بتناوله مع الحليب أو الزبادي حتى لا تؤثر حرقته على أنسجة معدة مريض القولون. من أضرار التوم أيضا أنه يتسبب في حالة من فقدان الشهية، حيث أن التوم من الأطعمة القوية في الطعم، لذلك ينصح بالابتعاد عنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من النحافة والذين يريدون زيادة أوزانهم. يحتوي التوم على مجموعة متنوعة من مركبات الكبريت والتي غالبا ما تنسب إليها فوائد صحية عديدة، ومع ذلك فإن هذه المركبات قد تسبب رائحة الفم الكريهة خاصة عند تناولها بكمية كبيرة، وهذا ينطبق بشكل خاص على التوم الني، حيث أن الطهي يقلل من محتوى ومركبات الكبريت. وإلى هنا مشاهدينا الكرام ينتهي موضوع حلقتنا هذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.